دعوة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ده كلام الله، ده دين الله، ده دين الرسل، هذا هو الواجب عليكم. أمرك يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. كان يستدل بذلك ابن باز والشيخ الألباني على أن كل من عرف آية، والشيخ الألباني يقول الآية ليس المقصود بها الكلام من القرآن، وإنما هي الجملة، جملة مفيدة دين تبلغ للناس. كلكم بيحسن خواجة اللي بي كلكم تعال، لكن تكذب على العوام وعلى النسوان في البيوت، تقول لهم غير الله بيخلق ويجوز السجود لغير الله ويجوز تدعو غير الله ونخليك، والله العظيم ما نخليك. والحمد لله نحن صح ما عندنا قنوات، لكن الشغل ده مش ربنا سامعه، مش ربنا سامعه. ان شاء الله ربنا بيودي الافاق اكثر من قناتك دي ذات، لا فاضل للنيل الازرق ولا ابيض ولا احمر ولا ام درمان ولا بحري ولا ام بده. ده الشغل ده ربنا بيرفعه بيوديه جوا عين محمد المنتصر وجوا عين حسن خوجلي وجوا عين بتاع حلال البريق البضيع دين الاسلام. جاب اولاد الشيخ الكباشي بتاع حلال البريق، قال من كرامات ابونا الكباشي انه اذا قال لي شيء كن فيكون. ده في التلفزيون يا جماعه بيحضروا ملايين البشر، عشرات الملايين. إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ده كلام الله، ده حق الله، بتاتي تتكلموا فوقه. دكاترة، منظمات، مدورة.